ثلاثة بإذن الله ثلاثة وتوفى حكاية مصر والأهلي توفى اليوم ولا ليلي ترجي الدوري اليوم صعب مش نوريهم إلا الكرة صعب تتلعب صورتنا ماشي في الكوليس صعب كما هما عملوا اللي يحب يتفرج بالرسمي يجي لهنا خويا الاستدراج يتفرج أو كتيرات شوف الرجال شفنا برشا جرينتا وبرشا روح وبرشا حب مريول سيرتو الحمد لله نجم تقول شيء نجم تقول شيء الحمد لله تيتر غالي وغالي برشا والجمهور اللي جاء ذا كله ما روحش
حزين الحمد لله يا ربي اقل كادو نجموا نهدوه لهم. جيت من الاردن خاطر كنت نعرف اللي تشامبيونز ليغ هديه بس كل المكشخه في ايدهم المية. الناس الكل هم معناتها اللي يسحقوا تيتكس ويتو البيبليك نتاعنا الكل، وبالمناسبه هذه نهديه الكل مكشخين لعائلتي كيف كيف معناتها بالله الميساج هذا وصلوا لي خاطر ولاد حومتي متغشين ما نهديه الكوب دافريك هذا الياسمينات ما بوش قبال حالك قلت. لو سول تروفي كي مي مانكي سي لا ليغ دي شامبيون بور لو بيبليك اوسي دون الحمد لله اون بو دي كو ديو ميرسي. ربحنا في اداء ونتيجه ونادي هذه الكل جزائريين كل جمهور هذا الكاس الحمد لله يا ربي اللي وفقنا ونشكر كل زملاء تاعي. الحمد لله يا ربي يا ربي الحمد لله وفينا لجمعيتنا وفينا الجمهورنا المئويه اللي طلبوا بها الشامبيونز ليغ يا ربي جات الله غالب بعد ماتش لالين غرنا تحس نغره نتاع ترجي الكل وانا كنت متاكد لانه الحقيقه كي نتغشوا غشنا نعرفوا صعيب واليوم جيت نحتفل خاصه بعد المباراه اللي صارت في مصر واللي كانت بصراحه مظلمه تحكيميه والحمد لله على كل حال الاولاد طلعوا رجال ولعبوا الكره وتذكروا باش يلعبوا على الاجداب والحمد لله والنتيجه جات. فما شويه دموع في عيني تاع فرح يعني الحمد لله السيناريو اللي حابين عليه الكل صار ربحنا جمهور كبير في تصرفاته جمهور واعي ساند الفريق مباراه ماهيش كبيره من الناحيه الفنيه لكن ثم مباراه تتلعب وثم مباراه تتربح بالصعوبات الكل بكل شيء ورينا ليسبيرونس فريمون فريمون تستحق التيتر هذايا والحمد لله مبروك للجمهور. احسن لقب في اللي عشهم الكل يا خليل. بالطبيعه بدون حتى شك. اربع شهور في الترجي الحمد لله اليوم نهز لقب تشامبيونز ليغ لقب غالي برشا بعد خمس سنين تقول لي سنه وفي انا مش نهزها الحمد لله وجهي مبروك. 2011 كنت في الفيراج راني 2018 توا نهزوا في ستاف نتاع ليسبيرونس توا كما يقول الفرنساوي. اون بو موغيغ ترونكيل نجمو نموتو واحنا مرتاحين والترجي دولة. في جانفي باش نبداو الاحتفالات نتاع السونتونير نتاع الترجي ان شاء الله مبروك علينا الكل. قلنا في السونتونير نكونوا شامبيون تونيزي اون تيتر، شامبيون دي موند اراب اون تيتر، وشامبيون دافريك اون تيتر. الحمد لله يا ربي ما نجموش نطلبوا اكثر من هكا. هذه الثالثة وزوز منهم لو 9 نوفمبر. وزوز منهم لو 9 نوفمبر اكزاكتومون صحيح. الحمد لله والله شوف. سبيسيال سبيسيال برشا نشكر الناس الكل اللي وقفت شرتو معايا عائلتي فما ناس معناها حبيتهم يكونوا عايشين باش يحضروا على النهار كيما هكا كهو ربي يرحمهم كيما شكون كيما امي ام مرتي جدي بابا كهو ترجي بالروح والدم نفديها اغلى ما عندي في الدنيا والخير بها وين ما تروح في رجدي مع حبيها كل بردي حاضر وراها نشجع فيها لوحدك كده سرحان الشيطان يوزك في سكه شمال يفضل يقولك العب يلا 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 لما شفت قلبي دق ثلاث دقات والطبله دخلت لعبت جوه دماغي حاجات لما الرد دخل قلبي رق وحنيت طب هعمل ايه رحت انا غنيت ترجع بينا ايام الماضي ايام التسعينات
كوليبالي كرة ممتازة طه يلا طه يا سيدي خليصي سعد بكير الهدف الأول سعد بكير ولا توزيعة من سما عند البالي أو جول جول دوبلي سعد بكير بدري وين الكاو بدري الهدف الثالث للترجي أنت وصيد جنود شفتوني ما عدت شفتوني